وأجمل منك لم تر قط عيني. وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب. كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. أهلا وسهلا فيك، بحب أرحب فيك وأصبح عليك. أهلا وسهلا فيك الفنان أحمد أبو حطب، وأيضا عازف الناي اللي مرافقك رشيد الحسن. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير، وشرفتونا وبداية هيك حلوة صباحية وجميلة جدا بالكلمات وبصوتك أيضا أحمد. يعني بداياتك الفنية بلشت قبل تقريبا 6 سنوات، فأحكي لنا كيف بلشت وكيف يعني اتوجهت إلى مجال الإنشاد أكثر، الأناشيد الدينية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء يعني بهالمناسبة العظيمة والجليلة علينا إحنا ومبسوطين فيها جدا، ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بشكر قناة رؤيا على استضافتي بهاليوم الجميل، الله يجزيكم الخير. بالنسبة لموضوع بدايتي، يعني هو أكيد بداية خلينا نحكي اللي هو الموهبة كبداية بتبدأ من الصغر، يعني الواحد هو طالب بالصف الرابع والخامس والأمور هاي بتبدأ معه. هلأ كان توجهي التوجه الفن الملتزم أو الفن الهادف، كان تقريبا قبل 6 سنوات زي ما تفضلت حضرتك. طبعا بدأ هو من خلال كورال الجامعة الأردنية، فت بالجامعة فبدأت في أجواء الفن، أعرف جو الموسيقى، شو الموسيقى والفن وكذا. فيعني صدقا كانت أنا إلي وجهة نظر معينة بالفن، اللي هو أنا بدي أستخدم الكلمة المنيحة، الكلمة اللي بتمس أي حدا فينا، الكلمة الراقية مع الموسيقى. يعني هذا الإشي بالأردن هون أنا ما يعني جو الإنشاد خلينا نحكي مش كثير موجود بهالقوة هاي، إنه موسيقى كاملة مع الإنشاد أو الكلام الهادف. أنا إن شاء الله هذا شغلي اللي راح أطلع عليه إن شاء الله وراح أبدأ فيه. يعني كانت بداياتي زي هيك، بدأت مع الكورال، بعدين انتقلت لفرقة، فرقة إنشاد، واستمريت يعني. ولما صار معي قبل يعني تقريبا سنة شاركت في مسابقة مقرئ الأردن، كانت هي في القرآن الكريم، مثلت الأردن في المسابقة، والحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى العالم الإسلامي في هذه المسابقة. فبلشت يعني الإنجازات نوعا ما، يعني حسيت وقتها يعني بالتطور وبلشت تشتغل أكثر على الموهبة اللي موجودة عندك. طيب برضو رشيد بحب أصبح عليك وأهلا وسهلا فيك. حضرتك عازف ناي، فأحكي لنا عن يعني الناي كمرافق للأناشيد اللي بيقدمها أحمد. والله في الحقيقة الناي كونه آلة قديمة جدا ويعني تاريخية، تضفي لون أو لمسة فيك تحكي تراثية إسلامية على الأناشيد، بتكون مصاحبة يعني بتكون بشكل جميل بتطلع وبس.
حلو، ودائما بتكون مرافق لأحمد يعني بكافة يعني كان الفعاليات اللي بيقدمها؟ والله احنا تعرفنا على بعض بالجامعة وبكورال الجامعة برضه طيب. كنا نعرف بعض من قبل بس شدت علاقتنا أكتر بالجامعة وبلشنا نعزف مع بعض وهيك ولقينا في تآلف بيناتنا يعني صرنا نعزف مع بعض في الأماكن المختلفة. طيب أحمد إيش بتستعمل مثلا آلات غير الناي؟ والله أنا بالنسبة لي إن شاء الله يعني الآلات اللي بستخدمها وراح أستخدمها معي اللي هي يعني كل الآلات الموسيقية كل الآلات جميلة بالنسبة لي يعني بس أهم الآلات اللي لازم ترافقني أنا في حفلاتي اللي هي الناي والقانون والعود يعني الآلات الوترية من الآلات اللي أنا حكيتها هي اللي يعني بفضل دائما أنها تكون مرافقتني. نعم. طب هلا بالنسبة للأناشيد يعني يمكن إحنا لما نتابع يعني العديد من الفرق اللي بتقدم الأناشيد الدينية بنلاحظ إنه مثلا في آلات موسيقية معينة ومحدودة يعني يجب عليها أنها ترافق بعيدا مثلا عن آلات موسيقية أخرى، فشو هي الآلات الموسيقية اللي بتستطيع أنها ترافق المنشد لما يقدم الأناشيد؟ والله أنا يعني برأيي الخاص إنه الموسيقى هي واحد اوكي نعم. بس الـ يعني ما بتختلف شو الآلة المستخدمة، فبس بالغالب يعني ممكن تكون الـ الآلة لون شرقي يعني آلة شرقية نعم. حتى تقدر تصاحب الـ الـ اللون اللي هو بيغني يعني نقدر نقول إلى حد ما يمكن بعيدا عن الموسيقى اللي احنا بنسمعها لكن المضمون في الكلمة والمضمون في اللحن هو اللي بيوصل صحيح. الرسالة المنشودة مثلا صحيح. او الهدف من وراء صحيح. هاي الأغنية اللي عم نقدمها او الأنشودة صحيح. يعني هو انا بالنسبة لي وجهة نظر الخاصة بهذا الشيء انه الكلمة هي الأساس الكلمة هي الأساس الكلمة هي اللي بتأثر هي الأساس نعم. يعني الموسيقى هي شيء جميل بتكمل رسالة الجمال لأن الرسالة اللي أنا بوصلها هي رسالة الجمال نعم. يعني الجمال بيكمل الجمال فشو بيطلع في الآخر طبعاً. بيطلع شيء جميل جدا صورة بهية طبعا طبعا صحيح. فيعني الأهم هو الكلمة انه أنا أختار الكلمة يعني اللي صدقا يعني بتحسسنا بشيء معين يعني انا ما عندي مشكله اغني للجمال اغني للامل اغني للسلام اغني للحب العذري اغني لكل شيء جميل لكل شيء جميل ما في مشكله لانه هو جميل وانا رسالتي هي رساله الجمال حلو طيب ايش حابب هلا تسمعنا من اناشيدك حاب اسمعكم بهالمناسبه السعيده يعني بدي أسمعكم موال بحكي عن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تفضل الله يجزيكم الخير والعرش يزهو والحرم
الحظيرة تزدهي والعرش يزول والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتضوت وتضوعت مسكا بك الغبراء الله عليك ما شاء الله حلو كثير صوتك احمد ما شاء الله عليك الله خير شكرا ايضا بحب اعرف عن تجربتك مثلت المملكه الاردنيه الهاشميه الاسبوع الماضي بمسابقه بالشارقه تحت اسم منشد الشارقه صحيح. فحدثنا اكثر عن هالتجربه. بدايه هي تجربتي كانت في منشد الشارقه كانت تقريبا فتره المسابقه فترتها شهرين يعني في الامارات. الحمد لله يعني تم اختياري لتمثيل المملكه الاردنيه الهاشميه وبتمنى اني اكون مثلتها خير تمثيل يعني وصلت للمرحله النهائيه حصلت على المركز الرابع. طبعا هي كانت من كل دوله هي مش بس للوطن العربي لا هي للعالم كامل كان في معي ناس من كرواتيا ومن مقدونيا في ناس كثير كان معي فانا تم اختياري لتمثيل الاردن في المسابقه. طبعا هي تجربه جميله جدا لي فنيا يعني فادتني جدا لانه كان احتكاكي قوي جدا مع الاستاذ ومن هون بدي له تحيه استاذي لطفي بوشناق ويعني خضت تجربه في اجواء الفن من حيث الشخصيات المشهوره جدا العالميه زي ماهر زين يعني بالحفل الختامي كنت انا وياه موجودين على نفس المسرح ادينا يعني هي تجربه بكامل ما فيها من تفاصيل جميلة بالنسبة لك جميلة جدا. طيب أنا ختاما بدي أتمنى لك كل التوفيق شكرا لك وإن شاء الله خير. بتتطور أكثر بالمجال اللي أنت حابه والله يوفقك أحمد وكن عام وأنت بألف خير أيضا. رشيد بدي أتشكرك وأهلا وسهلا فيكم بنحب هيك نختم ونطلع الفاصل بمعزوفة من الناي لو سمحت أوكي ولا يهمك يلا